مرحبا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث الابتدائي في درسنا حسن الجواري. سنتعلم اليوم قراءة فقرة من النص قراءة جهرية سليمة. قراءة فقرة من النص قراءة جهرية سليمة مع مراعاة المدود والتشكيل وتمثل المعنى. توظيف التركيبين اللغويين بعضهم بعضا بين الحين والآخر في ثلاث جمل مفيدة توظيفا سليما. التمييز بين المد بالواو، المد بالياء والمد بالألف. هيا بنا لنقرأ النص. يسكن خالد في قرية أهلها طيبون، متعاونون في كل شيء، يساعد بعضهم بعضا، ويعرف كل منهم حق جاره، ولكنه ليس مثلهم، فهو لا يزور أحدا، ولا يشارك جيرانه أفراحهم وأحزانهم. ذات مرة مرض خالد ولزم الفراش بضعة أيام، ولما ساءت حالته ذهبت زوجته إلى بيت جارهم سعد وأخبرته بحالة زوجها، فخرج سعد مسرعا إلى بيت جاره ونقله إلى المستشفى للعلاج. ولما سمع بقية الجيران بمرض خالد عادوه وقدموا المساعدة إلى زوجته وأولاده حتى شفي ورجع إلى منزله. ومنذ ذلك اليوم عرف خالد أهمية التعاون مع الجيران، فراح يزورهم بين الحين والآخر، وقدموا المساعدة إلى زوجته وأولاده حتى شفي ورجع إلى منزله. ومنذ ذلك اليوم عرف خالد أهمية التعاون مع الجيران، فراح يزورهم بين الحين والآخر، ويقدم المساعدة إلى المحتاجين منهم. أعزائي الطلبة، لنبدأ معا بحل التدريبات. أكمل كما في المثال. أكمل كما في المثال. مثال: سهل، سهول. عين: ممتاز، عيون. سقف: بارك الله فيكم، سقوف. بيت: رائع، بيوت. ألاحظ معنى كلمة عاد في كل جملة مما يأتي. عاد الجيران خالدا، عاد أبي من عمله. لنلاحظ كلمة عاد في الجملة الأولى، عاد الجيران خالدا. ما معنى كلمة عاد؟ رائع. زار الجيران خالدا. لننتقل إلى الجملة الثانية، عاد أبي من عمله. ماذا تعني كلمة عاد؟ ممتاز. عاد تعني رجع، رجع أبي من عمله. أملأ الفراغ في كل جملة مما يأتي بالكلمة المناسبة. لنقرأ معا، لزم بضعة ساءت أهميتي. لنقرأ الجملة الأولى، قرأ فهد كتابا عن فراغ المحافظة على البيئة. ما هي الكلمة المناسبة في هذا الفراغ؟ ممتاز. قرأ فهد كتابا عن أهمية المحافظة على البيئة، أداء رائع. نزل مطر غزير ففراغ الناس بيوتهم. ما هي الكلمة الصحيحة يا ترى؟ إجابة رائعة، نزل مطر غزير فلزم الناس بيوتهم. ممتاز. تعاون فراغ رجال في إطفاء الحريق.
ما هي الكلمة المناسبة يا ترى في الفراغ؟ رائع، تعاون بضعة رجال في إطفاء الحريق. بارك الله فيكم أعزائي طلبة الصف الثالث الابتدائي. حسناً، أكمل كما في المثال. مثال: يساعد الجيران بعضهم بعضا. لنركز على بعضهم بعضا. إذن لنكمل الجملة: يحترم، أحسنتم، يحترم الناس بعضهم بعضا. بارك الله فيكم. لنكمل الجملة الأخرى: يناقش، لنفكر، أحسنتم، يناقش الزملاء بعضهم بعضا. لننتقل إلى الجملة الأخرى: يصافح، أحسنتم، يصافح الأصدقاء بعضهم بعضا. أكمل كما في المثال. مثال: يزور خالد جيرانه بين الحين والآخر. لنركز على بين الحين والآخر. يعود، لنكمل الجملة معا. بارك الله فيكم. يعود الطبيب مرضاه بين الحين والآخر. أحسنتم. يمازح، لنفكر معا. بارك الله فيكم. يمازح المعلم طلابه بين الحين والآخر. يساعد، أحسنتم، يساعد أحمد صديقه بين الحين والآخر. بارك الله فيكم. أستخرج من النص ما يأتي: مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. لدينا دقيقة واحدة حتى نستخرج من النص. جاءه، أحسنتم، الجار، للعلاج، لما، الجيران، عادوه. بارك الله فيكم، أداء رائع. عادوه، مد بالواو. قدموا، مد بالواو. الجيران، مد بالياء. وفقك الله.